راح ننتقل الآن إلى مواقع العوالم الافتراضية اللي هي الفيرتشوال وورلدز. العوالم الافتراضية هي عبارة عن ممارسة كل نشاطات الحياة من خلال الإنترنت، وبرزت بمجموعة من المواقع اللي ظهرت تباعا على هذا الشيء، اللي ربما تختفي لربما تكون في مواقع كثيرة بهذا الشيء. موقع Second Life هي الحياة الافتراضية. هذا الموقع ظهر حتى يعطي نوع من القدرة على أن الأشخاص يلتقون من أي مكان على مستوى العالم من خلال تقسيمات معينة عنده على شكل جزيرة. الناس يتواجدون في الجزيرة، يلبسون ثياب معينة، يلبسون شكل معين، يقصون شعرهم طريقة معينة، ممكن تصير ندوات هناك من خلال تواجدهم في الفيرتشوال وورد أو العوالم الافتراضية. في ناس ألفت كتبها من خلال التقائها مع الناس خلال العوالم الافتراضية. أنا بصراحة يعني كنت من الناس اللي فعلا كان لي تأثير في الفيرتشوال وورد، لكن انقطعت الفترة الأخيرة عن تواجدي هذا الشيء، لأنه تأخذ جهد كبير من الإنسان وتأخذ حتى استهلاك للبيانات. استفدت استفادة كبيرة، تعرفت على مجموعة من الناس في العوالم الافتراضية، عرفت ممارسات مجموعة من الناس، عرفت الناس قاعد تسوي، عرفت الناس شلون تبني جزيرة وشلون تشتري جزيرة إن فيها مبلغ معين، في عائد مالي راح تحصله، مبلغ افتراضي من خلال العوالم الافتراضية. تكلمنا عن Second Life، خلينا نشوف مواقع معينة قريبة من Second Life. عندي موقع مثلا اسمه موقع اسمه هابو. مشكلة المواقع طبعا ان محتاجين ان احنا نقراها بشكل جيد حتى احنا نوصل لها. معظم المواقع انا ما دخلت عليها، وبتشوفون نماذج ثانية حتى احنا يعني ما نعطيها شوي نوع من الوقت حتى نتحدث عنها. حاولوا اذا انتم مهتمين في هذا الشيء تدخلون على المواقع، بس الفكرة ان رجاء لما تدخلون على العوالم الافتراضية انت راح يعني تسمحون لنفسكم ان تتعرضون لثقافات معينة، لنوعية من المحتوى. فأتمنى ان احنا يعني لما ندخل العوالم الافتراضية يكون عنده نوع من الاهتمام. الشخص اللي ما عنده يعني قوة انه هو يواجه الناس لربما يصير عنده نوع من الصدام الثقافي. واحدة من المشاريع الكبيرة اللي بنيت في Second Life وانا اعتبرها تجربة جدا ناجحة هي بناء قبة الصخرة على موقع Second Life، بحيث ان الشخص يزور المسجد الأقصى ويتعرف على كل الامور الموجودة من خلال الحياة الافتراضية. كذلك كانت هناك مبادرات ان يتم تصميم الحرم المكي ومناسك الحج كاملة. شوفوا هذا الفيديو اللي راح يعرض لكم فكرة الحج الافتراضي، ان الناس تتلاقى على Second Life بحيث تتعرف على مناسك الحج من خلال الحياة الافتراضية.